طالع دابا الطياره وداعي باش يتي حدايا لات شوفوا هذا دفعت دفعت بكاجي هو الاول وساليت وكلشي وطلعت وهي بقات معطله وقلنا صافي باينه هي يحطوها لدور جيت في الاخر تنقلبوا لقينا حدا 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 والله يحفظكم يا ربي الدعوة معنا يا ربي تزينا حويجتنا بخير وعلى خير. بالنسبة لهذول البنات اللي لابسة لكم أنا دابا هذا الكومبين هذا ماشي كومبين لبسة سنة خديتها أنا وبشرى فرنسا هذو راه درنا لهم الشحن معي وصلونا للسيمانة الجاية إن شاء الله يا ربي الكسيوة اللي جايبة معنا فن 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 تبارك الله تسدوا لنا الودين. المهم بالنسبة اللي شحناه راه غادي يبقى شحال قالوا لينا ما كاملاش ما كاملاش المهم انا راه ما شحنتوش جوي بحري شحنتو جوي زعما في الطياره ان شاء الله. الله يسخر يا ربي الله يسخر ابنك وكافي الله يحفظكم كاين نضلات غيبقاو 15 يوم هذوك هما اللي تيتعطلوا هذوك هما اللي تيتعطلوا والله يسهل يا ربي. البنات شوفوا لي لقيت لكم واحد المراكشيه معانا هنايا تتعرفني الله يحفظك تبارك الله عليك ما شاء الله دكتور كبير تبارك الله في تركيا الله يكمل عليه بخير الله يدكم ويعاونك عليه حتى شوفي دكتور ان شاء الله يا ربي امين يا ربي امين والله يحفظك يا ربي امين شوف دكتور كي بغيتي ان شاء الله ما شاء الله فخر المغاربه تما تبارك الله عليه الله يحفظونك يا ربي حنايا تنتغداو دابا وتعرفت عليها تبارك الله من اطيب الناس نعيمه بالصحه والراحه واحد القضية البنات بالنسبة لغدا هادو في الخطوط الملكية المغربية حنايا ديما مع الخطوط الملكية المغربية ديما مع لاغام حسن استقبال الناس سويوني في المستوى المغاربة ديالنا واعرين تبارك الله عليهم وبالآن الله لك الحمد تعاملهم قلبنا زوين وتلاقينا مع بنات الناس ما شاء الله الله يكمل عليك كفالات الخير الله يصوب لك ربي تكمل عليك يا منى التاوي لا الله كمل عليك ربي في كل ما درتي رشدك نوي الخير ان شاء الله ونلقاك بالخير وسمعوا لي الدعوات الزينين من عند الناس ديال مراكش اكادير الله يحفظهم يا ربي تحيه ناس مراكش اكادير بالنسبة لغام تحية اليوم تبارك الله مستوى رفيع في التعامل شي حاجة مثالة الخطوط الملكية المغربية تبارك الله عليكم وليا تحية كبيرة من على ودي هذاك الحوت نعيمة معزيش عليها تاكل عندهم بزاف تيكون الحوت زوين ما تاخذوش البنات الدجاج الحوت تيحطوا معاه واحد الزعلوب هانتوما هاهو هانتوما واعر واعر بزاف ان شاء الله والله وصلنا على خير في مولانا الحمد لله. عليكم بنات الخير كي دايرين لاباس عليكم واخيرا وصلت لبلادي اللهم لك الحمد على بلادنا اللهم لك الحمد على المغاربه ديالنا في مكانه كيف مكانه الحمد لله. حنايا بعدا عندنا واحد الخير كبير هو ديك التبسيمه هو ديك الرحمه الا كان داير شي واحد تيسولك فين جات هاد البلاصه تقدر توصلوا حتى ليها الا ما كنتيش وسالي تتسول عليه وتتوريه الطريق الا كنتي جالس في البيس ولا في الطاكسيات وفي الطوبيس كاع كيف ما تنقولوا تتنوض وتتخلي المراه كبيره تجلس الحمد لله على النعمه ديال الرحمه اللي فينا والحمد لله على تمغربيت اللي فينا وحق الله العظيم تنحقروا ريوسنا وحنا شعب واعر ديال بصح وحق الله البنات الخير تتشوف غير بوليسي في الزنقه ويهز معاك ويوقف معاك وهو خاص زعما راه الخدمه ديالو انه راه تيكون واقف في هذيك الغونبوا ولا شاف شي مراه كبيره راه يقطعها هذه هي الدنيا وما فيها من تلقاو الرحمه في الناس ديالنا في رجال الامن ديالنا في 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 كل شيء في الناس الكبير والصغير هذه هي الدنيا وما فيها. انا نهار تشفرت راه رجال الامن تما راه عاملوني بحال ما عرفتش شي وحده هي اللي شفاره ماشي انا اللي تشفرت مين تنمشي وراه البنات يقولوا لكم اللي مشاو معنا التعامل قاصح قاصح لواحد الدرجه ما تتصورش بلادهم زوينه عندهم الخير عندهم الحوايج تنشريو داكشي كلاس ديال لا كلاس واعر بزاف ولكن الاشكاليه اللي كاينه تعاملهم والو. حنا راه مين تتكون شي مره كبيره في البيس تتنوض وتتخليها تجلس هما راه والو
راه تيشوفونا واقفين وتيبداو يعايروا العرب والحمد لله. المهم ما نعمموش، غير هي اكثر هي فيهم واخا تشري من عنده الملايين شويه طبيعتهم قاصحه والحمد لله، لان عما جينا لبلادنا جينا للمغاربه ديالنا الله يخليهم لينا ديما يا ربي، وديما الله يخلي لنا ديك البسمه وديك الرحمه اللي في القلب الله يحفظكم. بالنسبه بنات الخير السلعه، انا باش ندير لكم توضيح شامل، انا جبت 23 كيلو صافودير، يلا جبت حويجات ليا حويجات لولدي لامي لاختي الاختي الاخرى اللي في برشلونه كيف النزهه صاحبتي الفنه، ها هي شاده ليا الكاميرا هذه راهي الدنيا، هي صاحبتي وهي عزيزه عليا اللي تتعاوني دابا احنا من سته وحنا هي تنتعاونوا هنايا. لميمتي الله يحفظها ليا يا ربي كيف هي الله تتجيب داك شويه، عارفين حنايا المغاربه ضروري هذا هذا هذا، ها هو سالت. انا تنجي في مكتب الشحن، مكتب الشحن بنات الخير تصلوا بهذا الرقم اللي غنحط لكم ديال البنت اللي خدامه معايا مروه، هي تصيفط لكم حيت ممنوع عليا نحطو كاشهار، هذه سوسيتي تقدر تتابعني كيفي، ممنوع عليا نحطها في لي فيديو، تبارك الله لي في ولاو كثارين عندي ما يمكنش ليا نحطها لكم. انا عيصيفطوا ليا نعطيكم مكتب الشحن بشحال، راه خلصت عليهم 130 درهم للكيلو، وكاين اللي خلصت عليه 110 درهم للكيلو على حسب لي زارتيكل بنات الخير، على حسب السلعه انا ما تريسكيش بها نجيبها في لا ديوان وهذه، لان الا كنتي جايبه سلعه كثيره للبيع راه ضروري ديكلاري، ضروري المكتب ديال الجمارك اللي كاين تما تقولي لهم بانني جايبه سلعه كثيره، باش ما تحطش راسك انت في الاحراج للناس اللي معك، لان الا كانت عندك وحيده 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 من السلعه وداكشي غير لراسك لوليداتك الام ديالك لخواتاتك وهذه، راه تجيب سلعه في الامان الحمد لله، ولكن الا كنتي جايب بحالنا حنايا الجمله ديال لي سيغي راه ضروري شحبابيكم اجيو المحل ديال المشروع ولاد مطار حدا كاميليا سبانا، غدا عندني دابا ندير حمام ونصور لكم دابا المحل ديالها كرجع حمام واعر من داكشي 80 درهم شي حاجه ديال لا كلاس، ما عرفتي راه داكشي اللي صايبات وتنقول تبارك الله كاميليا نهار تصلح شي حاجه اللي كلاس واعره. وكيف ما تنقول لكم بنات الخير الله يحفظكم ليا الله يسهل عليكم التجاره زوينه، غير خاصنا نصفيو فيها نقادو امورنا باش ما نتعرضوش لشي حاجه ماشي هي هذيك، نكونوا واضحين وداكشي اللي علينا راه حنايا تنديوه، راه ما كاينش شي حاجه اللي كثيره ولا شي حاجه اللي زعما غادي تكون اكثر من اللازم، راه امورنا الا كنا مصفيين فيهم عندنا لي الوريقات ديالنا عندنا هادو لي فاكتور ديالنا واخدين السلعه بطريقه مزيانه راه ما تيكون حتى شي اشكال، حتى في البيع تتبيع ونتيا فرحان ونتيا حال محالك وتتستفيه وما كاين حتى شي اشكال، الله يفرحكم بنات الخير. الرحله السياحيه ديالنا ان شاء الله ديال لو 30 راه ان شاء الله انا غادي نعلمكم واش غنكون فيها ولا لا، وديال لو 15 ان شاء الله في لو موا بروشا كاينه ان شاء الله، مرحبا بكم يلا هو معايا نوريكم كلشي، نوريكم مكتب الشحن، نجيبوا حويجات لينا لوليداتنا لخوتنا داكشي ديال 23 يلا تجيب لي كل وليدات كل خوت كل الناس اللي دايرين بك. وبالنسبه للبيع ان شاء الله راه ما كاين حتى شي مشكل، راه ديك الساعه تجيب الامور مقننه تعشر عليها وتقاد عليها، راه كلشي تيتكلف به مكتب الشحن، دابا نعطيكم التليفون ديالو ونجيو ونخدموا على ريوسنا وتبارك الله على المغاربه فيما كانوا والله يفرحكم. بنات انا نخليكم واخر حاجه غادي نقولها لكم، ان اللي باغي يمشي معايا مرحبا ما كاين حتى شي اشكال، تنمشيو سياحه تنساراو تندورو خذوا الحويجات ليكم لوليداتكم الناس ديالكم البنات اللي باغيين يترزقوا الله باغيين يخدموا باغيين يجيبوا سلعه، راه اوتوماتيك مومين تنوصلوا للمطار خاصكم ضروري تصرحوا بها عند المكتب ديال الجمارك، نأديو الواجب اللي علينا وندخلوا ديك الساعه بالامان ما نديروا الاحراج لشي واحد حتى الجروب اللي معنا، هذه امور اللي خاصنا نوضحوها لبعضياتنا. بالنسبه للحويجات اللي تيكونوا بالجمله ولا صيغي وداكشي ضروري بنات الخير، لان راه تتكون المراقبه صارمه تيكونوا الناس واقفين تما، المهم الله يفرحكم مكتب الجمارك راه تيكون تما في المطار، ضروري من التصريح ضروري من اننا ندوزو امور زعما بسلام ما نديروش شي مشاكل لينا، والله يفرحكم ابنات الخير وتهلاو في راسكم الحمد لله كلشي باين كلشي واضح ما تنخلصوش شي حاجه اللي فوق اللازم، ولكن تندخلوا سلعتنا في الامل الحمد لله. وبالنسبه لمكاتب الشحن راه موجودين هذيك الساعه رانا نعطيكم التليفون ديالهم ولا اتصلوا بمروه راني نخلي ليها النمره ونخلي ليها لادريس ديالهم والله يسخر ما يكون غير الخير بنات الخير، انتظروني دوما ان شاء الله انتظرونا غدا في الافتتاح ديال المحل ديال الكسيوات الله يسخر لينا في المشروع ولاد مطاع في تمارة، مرحبا بكم عندي.